25 مايو يوم مفصلي بمحافظة الضالع، غيرت فيه المقاومة والجيش الوطني موازين الحرب وصنعت التحرير مسنودة بضربات قوى التحالف العربي. فبسقوط معسكر الصدرين انهارت الميليشيات وجرت ذيل الهزيمة عقب أشهر من مواجهات تكبرت فيها خسائر فادحة، ليكون أول نصر في المحافظات الجنوبية والشرقية. حصل رعب عند الميليشيات الحوثية وعفاش، فبدأت بالهروب والانسحاب. تم الاستيلاء على آليات عسكرية ثقيلة، منها هذا الدبابة وغيرها من معدات عسكرية مثل هذا الدبابة. في معركة التحرير غنمت المقاومة أسلحة ثقيلة وسيطرت على جميع معسكرات المحافظة، وتكون بذلك قد أمنت الخط العام الذي يربط صنعاء عدن. لكن لا زالت هناك تحديات كثر. نحن في الضالع نعيش في حالة تحت الصفر في كل مجالات الحياة. نأمل من السلطة المركزية أن تلتفت لفتة كريمة نحو الضالع. للأسف في هذه الذكرى تمر ونحن نعاني من انقطاع التموين الغذائي وعدم الدعم للجبهات وعدم دمج الجيش أو عدم دمج المقاومة في الجيش والأمن وعدم الاهتمام بأسر الشهداء وعلاج الجرحى. تمثل الضالع بوابة الجنوب، لذا تسعى الميليشيات في الجبهتين الشمالية والشرقية للعودة مجددا، محاولات مستمرة تبوء بالفشل والانكسار. نحن سنلاحق الحوثيين أينما كانوا حتى يعودوا إلى يعني مكانهم الأول، هي كهوف مران إن شاء الله. مقاومة لم يتم دمجها بالجيش والأمن، وتموين توقف عن جبهات القتال منذ أشهر، وجرحى لم ينالوا حقهم من الرعاية والاهتمام. هكذا هو حال الضالع منذ تحريرها. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع.